لولي بصي انا عرفت احنا دلوقتي ايه البيضه. بصي البيضه اللي بتعمل ايه بتنور. بص حلو قوي. يلا بنفتحها بقى. افتحي انت سليم قوي وهيعرف يفتحها. يلا 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 استنى كده دي جامده قوي. يلا واحد يلا افتح كده يلا. اثنين ثلاثة. واو تعالى نطلع بقى واحده واحده كل حاجه. بص ما في حاجه يا عم. بص يا جولي في حاجه. الله بصي لقينا ايه عروسه. ممكن دي نحطها ميداليه في المفتاح. واو ميداليه كمان كشاف. بص لما الكهرباء تقطع نشغله. واو الله الكوره الكوره بتنور. بص الحاجات الجميله. وعارف دي ايه لولي؟ بازل. اما عامل دي ازاي يعني؟ بص كده بتفتحها كده كشاف كده. بص كده ايه. طب بص لقينا ايه بقى الحاجات الحلوه اللي انت بتحبها. مش انت كنت بتحب الشوكولاته دي ومصاصه ومستيكة. ايه رايك ايه رايك تيجي تجرب الشوكولاته؟ أوي. يلا تعالى نجرب الشوكولاته وقولي رايك فيها ده ما حلو ولا ايه. بصي بتطلع ازاي. بصي يا سليم. واو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك. يلا قولهم باي باي. باي. يلا اعمل باي.